إحياء النبي عيسى للموتى. تكبر شعوب وتجبرها على رسول الله وأنبيائه في العصور القديمة كانت مقدمة قصص ومعجزات بأمر الله سنذكرها مدى الحياة. قصتنا اليوم عن نبي أيده الله بمعجزات أبرزها إحياء الموتى. النبي عيسى عليه السلام رسول المحبة والسلام، روح الله والمتكلم في المهد منذ ولادته لتبرئة أمه مريم العذراء، مرورا بشفاء المرضى وإبصار الأعمى، ووصولا إلى أعظمها ألا وهي إحياء الموتى. هذه قصة أربعة من أشهر قصص إحياء الموتى. إحياء العازر وهو صديق النبي عيسى. أصيب بمرض عضال وساءت حاله. أرسلت أخته إلى عيسى تخبره أن صديقه العازر يموت. سار إلى منزل صديقه الذي يبعد عنه مسيرة 3 أيام. عندما وصل وجده ميتا ومدفونا. ذهب رفقة أخت العازر وأصحابه إلى القبر. لما وصلوا وقف عيسى عليه السلام ودعا قائلا: اللهم رب السماوات 7، أنك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك، وأخبرتني أنني أحيي الموتى بإذنك فأحيي العازر. انفلقت الصخرة واستيقظ العازر من موته وعاش. في مسيرة ذات يوم قابل جنازة، فلما سأل عن أمرها أجابه القوم أن المتوفي هو ابن سيدة عجوز ومعيلها الوحيد. فما كان من سيدنا عيسى إلا أن دعا الله وطلب منه أن يحيي الرجل، وعاد الرجل إلى بيته حيا يرزقه. ادعى كفار بني إسرائيل على عيسى وقالوا أن من أحياهم كانوا فاقدي وعي وليسوا أموات، واتهموه أنه كان على اتفاق مع الموتى لإعادتهم إلى الحياة. طلبوا منه أن يحيي شخصية من الأزمنة الغابرة وحددوا له الشخصية، هي سام بن سيدنا نوح عليه السلام. وسام توفي قبل زمن المسيح 4000 سنة. وصل القوم يتقدمهم عيسى إلى قبر سام. وقف عيسى على القبر ودعا الله باسمه الأعظم أن يبعث سام بن نوح من مرقده، وقال لساكن القبر 3 مرات: يا سام بن نوح قم بإذن الله. بعد النداء 3 انشقت الأرض وخرج سام بن نوح أبيض الشعر جزعا. فسأله عيسى عن اسمه لتبيان الحقيقة، أخبره أنه سام بن نوح. فسأل سام عيسى إن كان هذا اليوم يوم بعث، فأجابه أن الساعة لم تحن بعد، إنما أحياه ليقدم البرهان لبني إسرائيل. سأله عن السفينة وصاحبها وركابها وسبب شيب شعره. معروف أنه من أقوام لا تشيب وتوفي شابا. عندما نداه عيسى في المرة الأولى جمع الله مفاصله وعظامه وسوى خلقه، وفي النداء 2 عادت الروح إلى الجسد. النداء 3 سبب الشيب لسام لأنه خاف أن تكون القيامة قامت، وذعر من الحساب فبيض شعره. سأله عيسى عما إذا كان يريد الحياة أو الموت، أخبره سام أنه يريد الرجوع إلى مرقده. طلب سام من عيسى أن يطلب من الله أن يعفي سام من كربات الموت المرعبة بعدما ذاق عذاب الموت والقبر، ولا يريد أن يعيد الكرة. وكان له ما أراد، وأعادت الأرض استواءها وعاد سام إلى جوفها.